مساء الخير، انا اسمي ايمن ودي منى خطيبتي، واحنا كنا جايين النهارده يعني نشوف الشقق اللي عندكم في الكومباوند، ولو عجبتنا حاجه دلوقتي هنمضي العقد على طول، مش كده يا منى؟ شرفتنا اكيد يا فندم. اهلا بيك. هنضطر بس ناخد شويه بيانات. حضرتك اكيد سمعت عن سمعه الكومباوند بتاعنا وسياسه الشركه اننا لازم نطمن على الباك جراوند بتاعت كل عميل. طب ما يعني ما انا ممكن اقول اي كلام، انا ممكن اشتغلكم. ده كان زمان يا فندم، دلوقتي احنا بنستعين بجهاز كشف الكذب او نقدر نسميه جهاز تدقيق. يعني حضرتك لو قلت اي معلومه غلط الجهاز هيدي انذار على طول. حتى شوف، انا احلى من عمرو يوسف. انت احلى من عمرو يوسف. شفت؟ هايل. طب قول لي بقى يا استاذ ايمن، حضرتك تقدر تدفع القسط المعلن عنه؟ طبعا اقدر. يعني طب بص، انا هحاول، لكن انا اصلا مرتبي كويس. بص، هو انا مرتبي مش كويس قوي، بس انا اقدر. بص حضرتك، هو يعني العموما هي بتاعت ربنا، يعني احنا هنعمل اللي علينا، هشتغل بعد الظهر واخش جمعيات وهتصرف يعني. لا يا استاذ ايمن، لا، دي اجابات مش واضحه. احنا عندنا زي ما النظام واضح لازم اجابات العملاء تكون واضحه. احنا بنقول تسليم الوحده خلال سنتين، يبقى تسليم الوحده خلال سنتين، بقت 3 سنين لو حصل مشاكل، 4 سنين. ويعني ساعات بص، انت لسه قايل من شويه نقدم المشيئه، وانت راجل مؤمن ويعني انت فاهم الفكره. ايوه صح. قلت لي بقى بتقبض كام؟ انا 3000 جنيه. 3320. نعم، انت قايل 3000 بس، انت بتكذب عليا ولا ايه؟ دول 320 جنيه. بجد؟ طب معلش بس سوري، ممكن الجهاز لحظه. قول لي بقى يا ايمن، امك؟ لا لو سمحت انا ما اسمحلكيش، ما تجيبيش سيره ماما على لسانك. انا ماما اشرف من الشرف، بعدين دي مامتي فعلا. ايه ده، طلعت مامتي فعلا؟ الحمد لله. علشان كده ما اسمحلكيش تجيبي سيرتها ولا تقولي عليها نص كلمه. امك يا ايمن بتحبني ولا لا؟ بما اننا كده ايه داخلين على جواز يا بنتي. ماما اصلا بتعشقك. بص طبعا بتعشقك دي كلمه كبيره قوي يعني. انا اسات اختيار اللفظ، لان اصل العشق بيبقى ما بين واحد وواحده وفي لا، ماما بتحبك. بتكرهك. ماما ما بتطيقش تشوفك يا منى. ماما لما بتسلم عليكي بتخش تغسل ايديها. بس الحموات كلهم كده يعني. انت مثلا انت مامتك. انا لما بشوفها بحس ان انا عايز اخدها معايا كده افسحها، بس مش في العربيه بقى، بحس ان انا عايز اربطها بحبل ورا اجرها عشان تبقى قريبه مني في ايه مالك فيه؟ بهزر. ما هو مامتك ما تطقش يا منى، ما بطيقهاش يا منى. بصي سيبك من اهالينا خالص، بلا ماما. المهم انا بحبك انت قد ايه. والله صح، انا مصدقه. ممكن حضرتك نرجع لموضوعنا معلش، بالنسبه للتشطيب بس، هل هيبقى سوبر لوكس يا فندم؟ احنا سمعتنا زي الذهب. عموما بص حضرتك، انا من ساعه ما جيت ارتحت لكم وحبيتك يعني. بص يا بيه، انا مش طايقك من ساعه ما شفتك، والمكان خنيق، وخلي اليوم ده يعدي على خير. ممكن توريني بقى المساحات اللي عندك؟ طب معلش، ممكن بقى تسيبك من الشقه دلوقتي عشان انا عايزاك ترد عليا في حاجه واحده. مين بقى مروه دي اللي عامله لايك على كل صورك على الفيسبوك؟ دي معرف، دي واحده شفتها مره مرتين، شفتها 6 مرات بس. يعني كان معانا امجد ومروان وعصام، صحابنا. كان معانا امجد وعصام. عصام ده ابننا اساسا. منى بصي، انت بتنكشي في حاجات مالهاش اي داعي. احنا في ايه ولا في ايه يا حبيبتي؟ احنا فرحنا قرب. بصي انت لازم تعرفي ان انت اغلى حد عندي في الدنيا. بعد بابا وماما. بعد بابا وماما والمجتمع والناس. وبعد عربيتي طبعا. بتحب عربيتك اكتر ما بتحبني؟ انا وارثها عن بابا، وبعدين دي دفع رباعي، انت عمرك ما هتعرفي تدفعيني زيها. ثانيه واحده، انا المره دي حاسس ان انا مصدق. ممكن حضرتك تسكت خالص؟ انا ممكن اسكت. ممكن تسكتوا انتوا الاثنين، بجد اخرسوا، انتوا كلكم كدابين وكلكم حوانا كده. يا ايمن تخبي عليا كل ده؟ علاقتنا كلها مبنيه على الكذب. مش عارفة مين اللي بيكلمني دلوقتي. ألو، مروة، هاي، رشا، إبراهيم، اقفل دلوقتي، اقفل دلوقتي. أنا
انا بقول ايه يا جماعه، احنا ننسى اللي حصل كله النهارده، ومش حته مربع اسود هيزعلنا من بعض. معقوله احنا في النهايه ملناش غير بعض؟ لا